عسلامة مسيو. أهلا وسهلا بك أختي. لاباس عليك؟ الأحوال لاباس. قدم لي روحك. أنا اسمي جمعة ومن ليبيا. مرحبا بك وتحية للشقاء الليبيين. ولي الشرف من ليبيا. ولي الشرف موجود في تونس. أما أختي أو المذيعة قدمت الكلمات وقالت لي يتكلم بحرية مطلقة وتحت الأرض وفوق تحت الشمس وفوق الأرض. أنت هذه أول زيارة لك لتونس؟ لا زرتها 20 مرة وأني طفيل عمن مرحوم والدي. وتو زرتها من بعد 20 سنة جيتها. تغير تونس من قبل 20 سنة لتوا. فما فرق؟ والله الشعب التونسي شعب عريق ومتعلم ومتقدم وواعي ومتحضر، بس عنده نقاش ناقصاته. من توجه كلمة للرئيس الحكومة التونسية، حبي لتونس وفي صادق لتونس، ونتمنى الرئيس التونسي كما سمعني الحاكم الأول والحاكم الثاني في الأمة العربية يسمعني الحاكم التونسي أني حبي لتونس، نعطيه كلمات يستفيدوا منها للشعب التونسي. الشعب التونسي بسيط، يبي نقاط بسيطة. تفاجأت بالشعب التونسي، سكر ما عنداش، تمين ما عنداش، الشعب التونسي متأثر. أني ليبي يقول لي أخي نبي ناخذ سكر، أخي نبي دينار، أخوي نعطيه. أنا زاير، أنا المشكلة وجعتني الشعب التونسي اهتموا بي بمرتباته، اهتموا بي بالاقتصاد التونسي. رأى شعب واعي. كان تبي تحكم تونس، تحكم تونس الرئيس، الشعب التونسي يبي نقاط بسيطة يستفيد منها، نقاط بسيطة. الشعب الحاكم، الحكام، الحاكم بتحكمه كويس مش عسكري، الحاكم بتاعكم مش عسكري، الحاكم بتاعكم بسيط، الحاكم بتاعكم بتاع طلع من قهوة راجل متعلم دكتور واعي عنده فكرة عنده توجهات، والتوجهات ممكن بتعرفوهاش في شهرين ثلاثة أربع شهور ستة شهور، ممكن توجهاته وفكرته وحضارته الرئيس بتاعكم تطلع بعد سنتين ثلاثة أربع خمس سنوات. بس نتمنى من رئيس الدولة الشعب التونسي متعلم وواعي ومتحضر ويبي يعيش، يبي من أجل البقاء يبي يأكل ويبي يشرب، يبي يعيش في الحياة. عندنا نواقص، النواقص شبحت هني في زيارتي لتونس لي 4 أيام. أنا الليبي تعبت من أجل التاكسي، التاكسي نوقف ونقول له تاكسي نبي نقعد ساعة، حرام عليك يا تاكسي. أنت وين مقيم؟ مقيم في العاصمة. فما صعوبة؟ والله ما نعرف، عندهم ومسجل مهم مقيم في العاصمة كراجل بسيط جاي عندي أمي نبي نعالجها ربي يشفيها على نقفة الدولة، وعندي بنتي حبها لتونس تكمل الدكتوراه في تونس. بنتك تقرأ في تونس؟ تو بتقرأ في تونس، مقعد من الحكومة الليبية، الحكومة التونسية، التعاون والصداقة والمحبة والسلام. اخترنا بدل الجزائر والمغرب والدول الثانية، حبي أنا لتونس وحبيت تونس، قلت لها أقري في تونس أفضل من الدول الثانية. مرحبا بها وإن شاء الله ربي ينجحها. لا إن شاء الله بنقدها. كيفاش قلتي تخرج تقعد تستنى تاكسي ساعة؟ تاكسي تقعد بالساعة والساعتين، حطمة الشعب التونسي، حطمة الرأي العام، حطمة الحاكم التونسي. لازم يا أنتم يا أخوان التونسيين نعتبركم عرب وليبيين وأخوتنا. احنا انا تعبت امس، قعدت قريب 3 ساعات، روحت الفندق رقدت ما قدرتش انفذ اجراءات بنتي. التاكسي كم يبي يعشق عشق، يوقف لك يوقف لك، يبي طفله حلوه يوقف لها. انا ما يبيش يوقف لي، علاش يدي لي في الجو هذا؟ المشكله يخرج على القانون. انا نقول انا بالمطار ب 10,000 يصبح لي يلود على اليمين يصبح لي ب 30,000، علاش يشبحني ليبي؟ انا ما عنديش يورو وعندي دولار، أنا جيل أخوتي التوانسة، فلوسي فلوس التوانسة. إحنا ما قسمناش مع بعضنا بين تونس وليبيا، نحب بعضنا، لازم ندفع ثمن غالي هنا ليبي. التونسي التاكسي لازم يبي الحاكم يعطي اعتبار للتاكسي من هذا اليوم، وليس بالبنزينة، مش حرق من حركة البنزينة، لا، البنزينة لا تعني شيء. البنزينة يقدر، هو عنده فكرة سياسية، هو مش عسكر، هو مدني يقدر يدير سياسة اقتصادية وداخلية. بيزيد البنزينة بيزيد على الشعب التونسي، انت بتحطم الشعب التونسي. لا، لازم ندير جوهرية للتاكسي، والتاكسي يلعب بيديله قص لا رصا، راهو بيحطم سمعة تونس التاكسي. ايه نقولك الحق، انا كليبي
حطمني التاكسي. عطلك يعني؟ عطلني مش أنا، عطل التوانسة والليبيين بالكامل، وعطل العرب وعطل الأوروبيين كلهم ناقمين. حتى تصيد تقول له حرام عليك، كلهم لقيتهم يعيطوا يحكوا على التاكسي التاكسي التاكسي. الحاكم بحلايم بكري ما يقدر يعقل شيء، الحاكم لا عنده سلطة لا حول ولا قوة. نوجه لرئيس التونسي، يا رئيس التونسي احنا الليبيين نحبوك وداخل الليبيين نحبوك ونشبعوا في كلامك ومفتخرين بيك وتكلم باللغة العربية الفصحى وراجل صادق ومش عسكر ومدني شكل الحكومة المدنية الديمقراطية الحقية. انت راجل صح وفي وصادق، ونتمنى الشعب الليبي يعطيك سنتين وثلاثة باش تقدر تدير الديمقراطية الحقيقية في تونس. بس شوف الشعب التونسي حرام عليك، الشعب التونسي مسكين يبي يعيش من أجل البقاء، والخطر في تونس وتحطيم تونس ومعنيات تونس. التاكسي تاكسي أكثر ملاحظة أنا سجلتها ليبي من داخل ليبيا إلى تونس، التاكسي كارثة للشعب التونسي، وحطمت الشعب التونسي وحطمت الزيارة التونسية وحطمت العرب وحطمت الأجانب الفرنسيس. وأنا شبعتها في خلال 4 أيام وتعبت منها، ويستغلوا فينا التاكسيات. بصراحة الساقد يا سيادة الرئيس، أنت راجل حلو وقنين ونحبوك الليبيين وربي يحفظك الكلمات نتاعك، وليس أنت طلعت من قهوة ومن كرسي ومتعلم ودكتور. والله مفتخر بيك الليبيين، والله قسما بالله في عياشنا ونسائنا وبناتنا يحبوك ونقلب فيك يا بلا. مش فخرة فيك، أنا بفلوسي ومش محتاج ليبي ولي الشرف ليبي، بس لعلمك يا سيادة الرئيس الساقد بنفسك راو التاكسي درت لك رأي عام 90% حطمت لك الرأي العام، ناقمين عليك الفرنسيس والليبيين والعرب كلهم بالكامل. أنا تعبت رجلي يجعوا فيا، قعدت يومين راقد في الفندق، ويستغلوا فينا ما عرفنا مش يتبعوا منه التاكسيات، يتبعوا المافيا يتبعوا المخابرات يتبعوا منه، ما فهمنا شيء احنا تعبونا. علاش أنا ليبي نحب الرئيس ونحب الشعب التونسي وجاي نعالج هنا، مفروض يحترمني، مفروض نقول تاكسي ياخذ فلوسه يفتح العداد. توا في المطار مشيت ناخذ اوكي بنروح لليبيا، ما باش يدير لي العداد، قال لي نبي 40,000. شنو 40,000 وما 5,000 هكا قالك؟ اي 40,000، وعماي تونسي موجود وعماي الشعب التونسي موجود وعماي الامن التونسي موجود في المطار، قال لي نبي 40,000. شنو 40,000؟ انا مش يورو ودولار، انا ممكن العمله التونسيه نشري فيها زياده العمله، ال 100 جنيه تونسي ب 200 جنيه، ال 100 جنيه ليبي 200 جنيه تونسي. نتحمل هذا السبب، مقتنعين بيكم ناس متعلمين ومتحضرين ونحبوا نعالجوا عندكم ونحبوكم، وبتكرهونا في انفسنا ما عادش تبون نجوكم، وما عادش تبون نجوكم ونجوكم نحبوكم. ان شاء الله صوتك يوصل للسلطات المعنيه بالامر. وصلين للرئيس، وحبنا للرئيس لازم يسمعه، كيف حبنا للحكومه الليبيه وللضبيبه في ليبيا ورئيسنا ومهتم بنا ويصرف علينا ويوكل فينا. والضبيبة رئيس دولة الحكومة الليبية يشوف فينا من يبي المواطن. أنا مشيت اليوم لمنطقة أمس لمنطقة، قالوا جي الضبيبة قبل سنتين لقي امرأة ليبية، الليبية قبل ما يشبح الضبيبة شبح التونسي، مسكينة تعالج ما عندهاش حق الإيجار ما عندهاش حق العلاج. قلت له اني لازم نقولها للضبيبه بعد نروح لليبيا نحكي للرئيس الحكومه، وفرحت بها لي الشرف. ضب عليها مول القهوه في جهه البحيره بصروين في مناطق، ونزلت قالها علاش، قال لهم ليبيين احنا ما نحتاج لشيء. قال لها مول القهوه في تونس، قال لها عندك ليبيه تعبانه؟ جت الليبيه قالت لها ما عنديش حق الايجار. الضبيبه شنو يدير استاذ؟ يخلص عليها سنتين ايجار ويخلص عليها المصحه ويعطاها 20,000 دينار. أنا أتمنى من الرئيس رئيسكم يهتم، رؤساء الحكام كلهم طاحوا، لازم يهتم بالنقاط اللي صايرة في ليبيا وفي تونس وفي العرب وفي الجزائر وفي المغرب، يهتم بها. الكرسي مغري، الكرسي يطيح في الحكام، لازم تعرف الشارع شن بيه، شن دبي الطفلة، شن يبي الدكان. أراو شبحت ناس، معليش يا أستاذ مفتوح الميكروفون قاعد، أراو ناس يا أراو نقول لك ما يبوش كرسي الرئيس يا أستاذ، يبوا يعيشوا، يبوا من أجل أسمع. يبو الشعب التونسي ما يبيش الكرسي، ما يبيش الحاكم، يبي يعيش. تعرف شنو قالوا لي اليوم؟ قالوا لي الرئيس الاول والله قنين وحلو، الغلاء زاد، السكر اختفى، هلب اختفى، رئيسنا نبوه يهتم بينا، احنا جعانين نبي نعيشوا، ما نبوش كرسي ما نبو شيء نبي نعيشوا. وفعلا شعبكم متعلم راهو لعلمكم، راهو شعبكم نظام فرنساوي مش نظام كناسه، نظام علمي
اعطوه حريته وكلوه، حرام عليكم، شعب كبير يحمونكم راهو الصدر، والله شعبكم حلو، الشعب التونسي راهو ساهر، اعطوه لحمه بس ياكلها والله يحبكم. شكرا شكرا. واشكري الشعب الليبي والنبي معليش. تحية للشعب الليبي العظيم، وتحية للطبيبة، تحية لرئيس الحكومة الليبية، تحية لرئيس الحكومة الليبية، يفتح لنا العلاج في تونس ويدفع علينا، ما تبيش هذه.